مرحبا ماريا، كيف حالك اليوم؟ يا ماريا، بدي أعلمك تكتبي اسمك بالعربي. رح نكتبه بين السطرين. بالأول رح نحط بالقلم الأزرق نقطة، هيدي نقطة الانطلاق، يعني أنت من هيدي النقطة دايما بدك تبلشي تكتبي اسمك. من النقطة الزرقاء بطلع خط مائل تدق بالسطر اللي فوق وبنزل ببرم وبمشي على السطر، هيدا حرف المه. بعمل ايد وبطلع خط عمودي طويل، هيدي ما ر من فوق من هيدا السطر بنزل بزحت مثل التوبوغان على السطر اللي تحت. بعدين بين السطرين بعمل خط عمودي صغير، بعمل ايد وبطلع خط عمودي طويل. الخط العمودي الصغير اللي رسمناه له شخطة تحته، هيدا حرف الياء. اي ماريا، هيدي ا. اوكي، فاذا ما ريا. فاذا ماريا انا رجعت رسمت لك الاسهم كرمال ما تنسي الطريقه اللي بدك تكتبي فيها اسمك. قلنا دايما بنبلش من النقطه الزرقاء وبنلحق الاسهم يلي انا رسمت لك اياهم. اوكي ماريا، كل يوم بدك تكتبي اسمك مع مامي وتبعث لي مامي على الشات تيمز. الى اللقاء.